حملة صامدون وما تحمله هذه الكلمة من معان كثيرة وأهداف سامية انطلقت قبل 3 أيام بهدف إزالة هياكل السيارات المتضررة نتيجة القصف، بالإضافة إلى حملات نظافة ومكافحة للقوارض ورش المبيدات وإبعاد الكلاب الشاردة. الحملة التي أطلقها المجلس المحلي لمدينة حلب جاءت بمناسبة الذكرى 3 للثورة وحرصا منه على خدمة أهالي مدينة حلب. ساهم بحملة صامدون العديد من الفرق المتخصصة بالتنظيف ومشاكل الصرف الصحي ورش المبيدات، وانطلقوا إلى العمل بكل الهمة والنشاط المطلوبين. الحملة انطلقت وسط ظروف صعبة لا تخفى على أحد، خصوصا في ظل القصف المستمر وتركيزه على المناطق المزدحمة ووجود اشتباكات في بعض المناطق التي شملتها الحملة. أضف إلى ذلك ظروفا مناخية صعبة من أمطار ورياح قوية شهدتها الأيام الماضية. تراكم القمامة كان أحد أكبر المشاكل في مناطق حلب، لذا حرص مشرفو الحملة على تكثيف الجهود للتخلص منها، خصوصا أنها أحد أهم أسباب انتشار الأمراض وتكاثر الحشرات، فضلا عن السيارات المتضررة بالقصف والمعارك والتي كانت تعيق حركة المواطنين. قاطنو الأحياء المستفيدة من الحملة عبروا عن سعادتهم بها وبالخدمات التي قدمتها، وتمنوا استمرارها وتكرار مثل هذه الحملات. هي الحملة يعني كانت حملة كويسة، وكان يداهم للنظافة تمام، نظفوا الشوارع وشالوا سيارات الفخفخة وسيارات الطحاجة، فتحوا طرقات، وفي مجاري كمان كان سيدة مشوبة، يعني أدوا يداهم وما يعني أثروا طاول. إيد بإيد بتنظف وبتعمر وبتحلم لجديد، شعار الحملة السامي ليبدو كضوء منير وسط ظلمة القصف والدمار، ويرسم بسمة على وجه حلب الشهباء. عبد الله طعمة، حلب اليوم.